إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على الأرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. فالاستواء معقول والكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدءة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ثبت في الصحيح الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذه المسألة حدث فيها اختلاف بين العلماء، ولكن الصواب إن شاء الله، نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، إلى الصواب. وهذه المسألة تهاون فيه كثير من الناس في اختلاف العلماء، وجعل هذا الاختلاف شيئا له يستند إليه. فهذه أمور كما بينه شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أنها أدلة لا تستدل إليها. ولهذه المسألة من الأهمية العظيمة وما يترتب عليها من الأحكام، لا بد أن نركز عليها، فنقول بالله التوفيق كما قاله الشيخ رحمه الله تعالى: إن ترك الصلاة تركا مطلقا، إن ترك الصلاة تركا مطلقا كفر مخرج عن الملة. وفي هذا عندنا دليل من كتاب الله، والدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قرأت في الآية: إن الله سبحانه وتعالى قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فقال الشيخ رحمه الله تعالى، يعني ابن عثيمين: فرتب الله الأخوة في الدين على ثلاثة شروط، وهذه الشروط هي التوبة من الشرك، والثاني إقامة الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة.
فإن لم يتوبوا من الشرك فليسوا إخوة لنا في الدين، وهذا واضح. فالمسلم أخ المسلم، وليس المسلم أخ الكافر أخا للكافر. فإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين. ومقتضى ذلك أن ترك الزكاة كفر عيدا. ولكن في هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب أو فدة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفهت له صفاه من نار فأهمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبهته وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الحديث يدل على أن ترك الزكاة ليس بكفر. ووجه الدلالة من قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار، لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. وحينئذ نقول دلالة الآية الكريمة على كفر ترك الزكاة دلالة مفهوم، وحديث أبو هريرة الذي أشرت إليه دلالته على عدم كفر ترك الزكاة دلالة منطوق. وقد قال العلماء، يعني علماء الأصول، إن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. وبالله التوفيق. الحمد لله بالمو أم الله سبحانه وتعالى فوق تنوك بركتك ولنمند أك هرب أناك النمو أناك هنو أناك فسمن دياب بلبل بولا أنك أناك دمو أناك بنيو منو فنو كجري هكلو كجلب لما منو كتش نمو كجتلي أني جتلي كبعو أني جتلي كفهم كجتلي ما بسيريا كفو بتماتي من نتيجة بتوك كاني مس الرحمن كلنته كسيريا كافو على كرام محمد صلى الله عليه وسلم كجندو وكتشيدندو أي تشيلا كان لسه إنافا ككانتوا منه بمسا سبحانه وتعالى دلي كشي أن النمى أن التنولي أن البنيا أن الدماء أن جورو سانغرو تالي أكو تشامان كتشيدن بركة مبينو على كرام محمد صلى الله عليه وسلم أن أدوغي هناك الصحابة أن مغام وطورا كسراتي كون نجم يأي فوقتا سيجودو ما لكم فرولكم أتمل يمكن في الله سبحانه وتعالى بافو انينا قران يكون سوره التوبه لا ايات اني كلي اكوفا ان تابوا نوتوبرا كبو كافر يعني مشرك يما واقاموا الصلاه كالسليجو واتوا الزكاه كالجغدي فاخوانكم في الدين او بل موضوع دين لا بموضوع بولفمكا ودي سليكاتوي سليتويلي abe mogo ke kafri ka silitoe ka banga ke abe mogo ke kafri nga fongonyo ya min na doni ngelaw ni nyon che dalu dowla selibali dow yota wali selim mandi mamunu ye ko ke uira bulo kosamero ye ka ke uira bulo dalu ye رمواكي شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كولا ولا لولا قسم لي فانت نندلون نويكم ما من باسمني ويكا فوكابي بو سلباليا كابي مغبو كافرياكم ني آية من نمبرا كاكلا أكو الله سبحانه وتعالى يبال ميا آيات جو فان سبادي كاسلاميا كنلا أكو فإن تابو نو توبرا kabo mushriku yama kabo kafiri yama femi mbe maake kafiri ye kasigika na alama on uklala kasili fene jo bo amba doka afokuni mami koni matubi kabo mushriku ya koni ma ote balma ye anye bo mami ntubi ratuni kabo mushriku ya fene ma nga atikila mogo mason selima ama jagadi Islamiya ya ira tuguni ko ni tigila mo fene te an ye balmaye kada ka ni fen lo na femina o tese ka bo o konna la foni dalu wara na minbe o bo o konna la na ko jaga ko nyela sa jaga toeli
dalu do bo yira min ba ke ko ka fo ko ma min be jaga to e ka tigila mo te kafriye na ka soro mushriku ta de aka soro fena tigila mo fena be seli na abana jaga dilima kada ka hadisa do be ni ala kra yu fo sallallahu alaihi wasallam hadisa inga kana be muslimu kono ko ka fo sanushi sanushi te sanuntigi site soro e wali warje tigi nate akasoni wali warje nata jagadi fulla harajondo nat bana nanana akajaga mina kumbe banga di sanu ni warje la ubaye lema ka ke feri de feri minu bedlan ka bo jahannamet tasmala ka klaka kalaya na kalaya ra jahannamet tasmala uba mine ka kona kere na nye pase nae kumau kuma ni feri sumara feri mbe kalaya tuguni kasiga kechugoya la oyede sa yani kiri kabuli jonche ni ye nyangata de mimbe jagadi balukan la harakene ka kasro aljine ni jahaname kuma na folo uluka nyangata de fleni la harakene ka kasro kiri matike folo awa ni kiri tigara wati minasa okofe alakra kwa sallallahu alayhi wa sallam hatta yakdiya بين العباد يعني فوالا كتاكيري تيغي جون نيوجا كابا ني نياغاتا نكون باليكا نو كيري تيغرا واتي مي او كوفي ابا كاسراي ابيتا الجينا لاوا ابيتا تاسما لاوا دونك اكوني حديثا ام بفاميرا نايا سرو كافري كوندو الجينا سرا كونتيرا لا داكا كافري الجينا سرا تيرا ولا ده الجينا سرا بيرا مامينا ويسلام دي ولا سا أكو أما إقامة الصلاة فليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن ترك الصلاة ليس بكفر أكو أنت أسرى قرآن يكونو أنت أسرى حديث يكونو كافوكو سلي تويلي كوتي كافرية أي أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة أن ترك الصلاة ليس بكافر أتسرى كافو ما من بسلي تويلي قرآن يكون حديثا يكون كو كافر تي ولا أن تارك الصلاة مؤمن ما فين تأسر تقول يكون مؤمن بسليت ويكون مؤمنين يتوصر ولا أن تارك الصلاة يدخل الجنة ما فين تأسر الدل جلنا تقول قرآن يكون حديثا يكون كو مؤمن بنا سليما كاتك لمو كابدو الجنة أكو ما وجد هذا حتى نلجأ إلى حمل الكفر على كفر دون كفر nunu munu fora ni masoro qur'ane kono masoro hadisa kono fanga fo ambe seme kataga uma ka foko a kafriya min kodo ni yorola akande kafriya yrema kadaka islamiya konnala kafriya do be ote ma bo islamiya konnala de inafo dalube na sama chugo yamin na konna ni ni hadisa ni je hadisu jabir jabir ka hadisa min ni muslimu yab amafla أكو على كتير صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك الكفر والكفر ترك الصلاة أكو فالكفر هنا معرف بأل وإذا دخلت أل على اسم الجنس صارت حقيقة فيه وعلى هذا فيكون الكفر هنا حقيقة الكفر أكو عرب كانوا ni bara ingele ale mo chama mbulu qur'ane koyni hadisa koyna mbalmo arabu kain maîtriser baliyadu kadaka mamin be arabu kando jango nahu nunun tasraw mamin be olu maîtriser atigla mo be se ka fen chama de famia alaka kuma ne alaka ka kuma la sallallahu alaihi wasallam mamin ka famia mase o ma itese ko famia ألف اللام التعريفية من الكفر كنوني يرينا نويك بين الرجل وبين الشرك والكفر نألم بيا أكوني ألي نادونا توقع اسم الجنسي نادوناك أبك كافرية حقيقة دي والنادوناك نفهمي أبك أو حقيقة دي إنا فأنت منالا المسلم أخو المسلم ياي يعني. Donc nadona ismul jinsika abeka hakika de akoni yorola wal kufri alfu tarifiya mimbia alfu lam tarifiya mimbe kufru konnala e kafara kufru ka yano
أقول ينو هنا حقيقة الكفر أكام كافريا يرق رق ردما. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتداء الصراط المستقيم قل لا شيخ الإسلام ابن تيمية أكو أكا كتابه كنو اقتداء الصراط المستقيم أكو إن هناك فرقا بين أن يقال الكفر بأل وبين أن يقال كفر بدون أل يعني ابن تيمية أكو أقدم فربابي أكافو كافريا ما كو الكفر أني أكافو ما كو كفر كسر التالا ننو فلان يغنجي أقدم فرب بلي بابي أكو منا أكو في ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لك تشيدين ككمالا سنتان في الناس هما بهم كفر التنا أكو فين فلابين مولا وفين فلامن بين مولا كفر ويكافريا دي الطعن في النسب والنياه على الميت كان يغون قد دمبيو السابوتي كافريا كواليد على كرايافو اني كاكشيكا كولي شوكا نيه كافريا دي ما اسلامي وتين ننون جوا اسلامي وبين ننون جوا اسلامي وبين كاشي surtout am sulaka do be damata me kashi do ke shuka me kafriya walidu men in kafriya walin atati la mo bo islam ya kono ka daka ananani na chogomie alful lam tarifiya tala ananani kufru de kasro alful lam tala bo hadisa minni amba kono na akmara silbal yaka oye al defo izen wala nanya laje أكوفا إذا جاء منكرا كفر أيها أن هذا من الكفر نانا منكر لا نوي إنكوني توابوكانا وبايرا كافوكوني كافريا كافريا من تكافريا حقيقة ناب مغبو دينا لكن بين الرجل وبين الشرك والكفر فإن هذه الدالة على الحقيقة من بها رساكنا كافو من بماني مشرك يعني كافريا چه ودي سيليتوليه كسيليتوي نانغو سي سام سالو لا ينا فو كرابو كيا فو تشوغومي كوكو دوفله ميمبه مصريني سراباتشي بون امبا دوكا فو كوكو ين كوننا كاتا مصري فانفلالا وبجيتي مصري كوننادي مي كوكو ين كوفلا كاتا سراباكا ماشي تيزا غاولي كو ين مصري كايرويو وي سرابادي ize nikobe ochoyala na fora ko danfara mimbe kafriya ni islamiya che kafriya ni danfara mimbe moni kafriya ni mushriku ya che selbaliyado niya toy dro e kafriya niya toy e kafriya la wa qulu qawli hadha wastaghfiru lakum innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي سنن عن بريدة بن الحسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الترمذي وابن ماجه صححه الألباني في المشكاة أمي الله سبحانه وتعالى تنكافوكا ولنمندو أكا هربو ناكا نمي وناكا هنا وناكا دمي وناكا فسمن يبلغ لبولا أنكا ناكا بنيو منو فناكا قري هقلي وكجغب لما منو كتشان نيو كجتلي أني جتلي كبغو أني جتلي كفهم كجتلي ما مبسيريا كفو بطماتي مين نيشين بطوكا كاني مصار رحمانو كالنته كسيريا كفو لك را محمد صلى الله عليه وسلم على كتشيلين لو أكجون لو أي تشيلا كان لسي إنا فوكا كان شو يعمل من مسا سبحانه وتعالى دلي كشي يعني نما يعني تنولي يعني بني يعني دمس أنغرو تلي أكو كاي أما دلي كمين يوم كدم فين كأكو أني أنا بدونه هناك الصحابة وأني ما هو موتورا كسرت كأكو نيم ما يفوق تسي جدوما أننا في سنن بريدة كحديث الأمي حسين دي مسا تارك الجنجبوما
أن النبي صلى الله عليه وسلم كفالك أتشيدي كيسن ما بعكو الأهد الذي بيننا وبينهم الصلاة لا يدوم من دفر من بي أنو نيوان جسا ويكنو يكافر نمشركو ي الصلاة دفر تمشين فم من بي سلامين كافر بنيونا ويسليدي أكوف من تركها نمام ياتوي فقد كفر أتقل مغو كافر يلا نمام يسلتوي أتقل مغو وكافر يلا نلا سنام أبوني نبري مني لجب من بسلي كبغا سلي كما من ببانغا سلي فم من بكا لجين ينغنو أن الله رب عند ابن سيقلوما كتغلين يفعل إن شاء الله bon nanya laje ni hadisa min nambora kakala ani qur'ani ayanunu fi hadha dilalatun wadhiha ala anna al murad bil kufr huna al kufr al mukhrij an al milla dallu jale no ka fo yirali be ke kataga femi man yirola odiye kayira ka fo seli toeli kafriya do mimbe mabos la me yakono pew itse ga keslame kaba selim ay itse ga keslame wa amma aqwal as sahaba mi sahaba ko kuma faqad qala amir al mu'minin umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhu umar ko masata laka jengaboma la hazza fil islam liman taraka sala umar ko kunni yarotem ma islame ala ma mi selitoy al hazzu yani an nasib nit ni yoro makiyé islamiyala afidini wala belebeleba muna parce que atigila mo ma min te seli ni yoro tabulu ibaye ala batu nunum bela ala yin noya ka bela kilingile fo seli ala te se kabla shum ni bana sera yoro dola abe binga bo ikampe na sereti halika fandan la duni dese barka mana bunya ka sero dola chumbe binga boma jaga akamena flotigu de ma fandan sembala ay magantaga akambe setigu de ma fandan sembala ay nunum bela jelen blonen do sekola meseli hal ni nyebe komi komi ni dalenu meseli hal ni nyete se ka komi komi ni seli wakati nana ni hakli kany doningela uko seli jibe tani hakli ye hakli ibe klaki dalendo ki idalendo dlanga ibe seli kani hakli atem basi fen kelem pedo do nabe joni ala che relation na natigara ka boyo koro de ko fente atese ka tuy izen Umar min gumbe sahaba fo ني ألك رأكو صلى الله عليه وسلم إياكم فيكم محدثون فأمر نايا سرم غباو تيلا ما منو نو نيومبو بارو نيغنيا نيچيني نو يمين فوكوني حكي الله بسنغا كتا أبي كي أوكي تغالا أكو نو بكيني كامانتونا أكو أبي كي أمرو داكا لدي كم بي كما فوسيسا أبي كلاني كما يي Kurane aya bekla kajigi ka Umar fa kuma ka ci Allah ko donen do ni ko ye ale Umar de ko ni yorote moye selil ni yorote moye islamiy ala koy mami ye selito ni yorotala wa ijma'u sahaba sahabo bela jelen jera tuni kajje kuma mima allazi naqalahu Abdullah ibn Shaqiq Abdullah ibn Shaqiq nanani kuma miye ka fo sahabo be ka jenga يروا وسرد اللويد اكو كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كو علاك تشيدين كا صحابو كون كرا مسات علاك مسات علاك كشي ان نما باكا كاجين كا بوما لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاه اولو كون كرا وتفوي يبار ولا اسلام يلا ني ما ياتو ينابي كا كافر ني سليت نين كوي صحابو بلا جلين كا جماكاين وقد نقل اجماع الصحابه على ذلك
إسحاق بن راهوي الإمام المشهور الما من بام الناد دون النوي إسحاق بن راهوي ألينا نانين كما ينفني نين ترى أيرا من بايرا كافو كود سلي توبا كو كافري دودا هم يسلي توي أتغلمو بلو بادي بي أكونونا بلو 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 بادي با أكونونا سلي انت كودينيه سلي يكوب بلبل باي الله سبحانه وتعالى في ما من نيبه فيكا كجوني كدون على فيكا كجوني جورو ككيلا او نيرو دوكا كيبولو سلينا ده اما هي هل ما من يي مصر توي نيكا مصر نا مانجا يبا يكا فوكوي كا كوتي بني اسلامي وبولو ما فوكو ما من تنا مصر لا كو اسلامي تدان كاكما تيلاما ده لحل يو دي بك فو ما من نابنا مصري لك چايا نا دوننو ني مصري ناي سيغا فوي تالا تيغلا موكا لحل يا اسلامي و بلو اني ما من تنا مصري لك چايا كلون دوا تبادو كو كلون دوا وبي مويرا ما من بنا مصري لك بنيا بي على يروك كتنا ما من تنا مصري لك كداك مصري على كسولي اجوراك انا فردو دي كي اكونا ama joko be ka seli kaso na jora ko be ka seli kaso matena misrila ni misrina na juma don droma na fa be kala na fa te kala da islamé ka nyina ma yakana ke droko juma o juma de ibe do misriko no wali era kon de do misriko no na ma foko shudo be ka meta seli ak na ma foko era yon do be ko ibita misriko no do sende do misriko no ni era nyoni era yon de do era fene ka misrina dale do juma ani juma oh ni saya na ni la wala sa almani be konna gwanke abeni ni ngale ke yala ku beseliwa yala ku beseliwa mami mena misiri kono ni ngale ke be ka ku beseli si mami mena misiri kono adonin almami bi do mo bi do sigati ka misiri nala do mo re be misiri kono awa as-salafu salih rahimahullahu rahimahumullahu ta'ala folo manyuma olu kumbe maka manyana maya jate ni muye misrina pour que oluni kaseka baraka nyon fe ki ke baraka nyon yi olubi jete mine folo de misri seli de la o kaseku dendi ma furula ubi jete mine oli kaseka dana ya baraka nyon fe ubi kam misrina de jete mine onno bafo ko iza ra'aita ar-rajula niya mauma yatafutuhu takbiratul ula yani takbiratul ihram lil iman faghsil yadayka minhu ningu salafuka jete manyuma kuniye mogo moye almaminka allahu akbar folo misri kono no batigla mogo kono atena misri ko ibulu ko kabwala manyina mate oyo luka jete niyo nyine on fe bini ma be baraka eni ma te baraka da izen oluka jete la sa'id ibn al-musayyib rahimahullahu ta'ala aliye sambinani riwaya do la sambiduru abe sele alakrakam misri kono fajri selifana lanzara fitri safo sambiduru almaminka allahu akbar folo amad delika fonyo akom muhammad delika joani almamin tonje sambidu izen moka mo nyama ya abe doni misri seli de abe doni ika ka konkana mo nyem misri konala nga ma min tena misri la otigla mo fa ne perdi bilu le bare ba bulu ka nyama ya in konala halna ya suraye na flo soro nga perdi nunu ate bo u kalama funa sira kaburu la wati mina de abena don ka fo ka perdi la mina te se ka nyana bo ola mo mi seli to seli to mbaga على كرايا في حديث الله صلى الله عليه وسلم نيم سلبلي بول الله رجل فانه يحشر يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف كما جاء في الحديث عند مسلم عند احمد والدارمي وابن حبان نونا كوكافو ما من تسلي الله رجل عليك كدو يفنج ما ani kafri baw de be wuli ñoon fe yo sharu
alaba genge ka faranyonga ani joni ne beke jama kulula firaun hadisa do de ani firauna de beke jama kulula wa hamana firauna ka ministri kafri bay no ye hamana ye anu fane de beke jama kulula kafara qaruna ka wartigi bay kafara ubay ibn khalaf ka min kafri kungelam banu munu ye kafri jetrowe ani nunu de be faranyonga la harabe kunu nunu ka safari la mogo bi ñinga tayro la ñu be tayro mna be ba do ni kununa ka fara ñu ka o bayira ko ka selito e ko jommi ba ke jommi ndo at ko be goya ala e ka se degre do ma ala bana jugu bele bele bawde kunu ñoon fe la hara ku jo aran kele la ka fami adam subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا بسرنا قوتنا ما هيتنا وجعله الوارث منا وجعل ثرنا لمن ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.